ماشي على التليفون. كابتن طارق مسا الفل. ازي حضرتك عامل ايه؟ هو انا كل ما اكلمك الاقي صوتك مش هينفع يا عم كده. ما كنت انا رحت الحرس صوتي رايح خالص. بس طيب هكلمك بكره يا كابتن. طب شاور بقى شاور. تحياتي وتحيات كابتن عادل طعيمه وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمد حشيش لحضرتك. تحياتي كابتن عادل وكابتن شريف وكابتن مسافة طبعا حبيبي. يعني انا هقول لك مبروك عايز ولا حاجه؟ مش عارفين نقول لك مبروك ولا هارد لك ولا ايه. انا مش عارفين. احنا كلنا قلبا وقالبا معاك الحقيقه. والله يا كابتن شريف يعني عاوز اقول الحمد لله على النقطه في التوقيت. احنا دلوقتي وتوقيت صعب احنا بالهدف في التوقيت ده هو تجميع اكبر عدد من النقاط لحد شهر يناير ان شاء الله. نحاول بقدر الامكان ندعم الفريق بشكل كويس على اساس الدور الثاني هيكون اصعب. وانا يمكن زي ما انتم شايفين انا ماسك الفرقه وهي في المركز الاخير وبحاول بقدر الامكان في المباريات ديت يعني كلها مباريات من العيار الثقيل بحاول اجمع عدد كبير جدا من النقاط. يعني اخذت البونت من انبي وده طبعا فرقتين يفوقونا في النواحي الماديه ويفوقونا في حتى في النواحي العدديه الكواليتي بتاع اللعيبه. فانا براهن على الولايات. الولايات صراحه بيطلعوا اقصى توقع لهم. النهارده برضه فرقه سموحه من الفرق المصنفه احسن خمس فرق في الدوري. طبعا طبعا تاخد بون. مهم ان انت ما تخسرش مهم جدا جدا ولذلك انا كنت متاثر جدا جدا من ضربه الجزاء. احنا لسه بنتكلم فيها يعني. ان احنا كنا في الوقت ده كويس يعني انت عارف الفرقه لما تبقى ماشيه وانت ليك الغالبه العليا يعني داخل في المباراه واول ظهور ليك في ضربه جزاء انا شايفها من عندي اللي هي بعيده ما فيهاش اي التحام. شوف قد ايه. وبعدين انا شايف ان كمان كابتن ابراهيم استنى كتير جدا جدا. لو كان هو واثق ان ضربه جزاء كان عطاها مباشره لكن استنى كتير. وانا مش شايف ما فيش حاجه دي ترجعك وتاثر عليك خاصه انت فرقه بتحارب من اجل البقاء يعني. صحيح. البونت بيفرق معاك. انت مش عاوز انكسار. وده يمكن اللي كان مش عايز تبعد لان فيها ابعاد بعد نفسي ويعني وحاجات قدرات فنيه ممكن تلاقي يعني الحاجات. انا اقول رايي برضو الحاجات دايما كل ما كانت القدرات بعيده شويه بتشتغل على العامل النفسي. صحيح. لو العامل النفسي يعني كمان وقع كمان بتبقى الدنيا صعبه جدا. يعني صعب عليك يا كابتن سيد انك تخسر مباراه انت يعني العامل فيها ضربه جزاء ومش بايدك. صحيح. وكمان يعني مش صحيحه طبعا ده ما فيش شك طبعا يعني كان ده حاله الغضب اللي انا كنت فيها خاصه من بعد ضربه الجزاء. ولكن الولاد بصراحه للامانه يعني تماسكوا في الشوط الثاني بعدين احنا التغييرات التكتيكيه خلاص يعني دفعنا عايز اكلمك على ده. ثقتك في امام عاشور يعني هو ولد منتخب اولمبي وخامه كويسه جدا جدا وان شاء الله الرحمن هيبقى حاجه حلوه ومهم قوي ان هو برضه يشتغل معاك كابتن طارق في الفتره ديت. هو معار من غزل المحله لكن مهم قوي انت كمان بتبني لعيب ممكن يبقى مفيد جدا لمنتخب مصر. يعني الشغل معاه عامل ازاي والدفع بالنسبه له او الدوافع اللي انت بتوجدها له بتبقى عامله ازاي يا كابتن طارق؟ وشوف امام اللعيبه اللي واعدين في فريق حرس الحدود وخامة زي ما انت اتكلمت على كابتن سيد خامة جيدة جدا جدا لكن محتاج شغل كبير جدا جدا على الناحية الخططية ودي اللي بحاول انميها فيها. عنده حاجات فردية جميلة جدا حاجات شخصية جميلة جدا انت بتحاول تسخر ده في سبيل الاطار الجماعي للفريق بالاضافة انك تنمي عنده النواحي الخططية زي مركز الهجومية زي يبقى عنده زيادة عددية داخل منطقة الجزاء زي يبقى عنده حس التهديف لان ده اول هدف للامام من 10 مباريات. شوف قد ايه. صحيح. محتاج انك تقوي الحته ديت عنده بشكل كبير جدا. احنا عامه عندنا قصور في الحته الهجوميه بشكل كبير. يعني احنا بنحاول عشان كده احنا بندافع على ان احنا ما يخشش فينا هدف على اساس ان احنا عندنا قصور. اولا طبعا اصابه احمد عبد الظاهر بالرباط الصليبي بالشكل اثرت علينا لان احمد احد العناصر القويه في خط الهجوم. بتواجد موزز وحماده نصر. من العناصر الصغيره بالاضافه بامبا برضه 20 سنه امام 19 سنه خبرات بتاعت الدوري الممتاز مش متواجده عندهم. فانت بتحاول بقدر الامكان ان انت على الاقل ما يخشش فيك هدف وتحاول ان انت توصل المباراه انك تخطف اي مباراه نقطه او ثلاث نقاط. فان شاء الله يعني نحاول بقدر الامكان الفتره اللي جايه. طيب استفدت من عبد الله جمعه النهارده انت برضه؟ استفدت كتير من عبد الله من العناصر اللي اشتغلت معايا في انبي. عندي خبرات بشكل انا بحاول بقدر الامكان ان اعمل ثبات في الخط ده ما يبقاش فيه تذبذب
في الخط ده لان الثبات ما فيش شك هيقدر يحافظ لك على مرماك، بالاضافه لوجود مصطفى جمال وابراهيم عبد الخالق الاثنين برضه على راس الخبره بشكل كويس. دول السداسي اللي انت بتبني عليهم القواعد الدفاعيه بتاعتك. بالاضافه للولاد اللي هم اللي زي ما قلت لك امام على بامبا على مودريك حماده، في الاول ما كانش عندنا يعني شراسه هجوميه، لما ابتدينا نلعب باثنين سترايكر ابتدينا نتواجد اكثر في منطقه جزئيات الفريق المنافس. يمكن دي اللي اعطتنا افضليه في ماتش النجوم، دي اعطتنا النهارده افضليه في الشوط الثاني لما طورنا في الناحيه الهجوميه، ولذلك احنا رجعنا بسرعه للهدف التعادل، ولو عندنا بعض التوفيق كنا ممكن نخطف المباراه. طيب كابتن طارق، بمنتهى الوضوح كده، حرس الحدود ينقصه صفقتين ثلاثه اربعه في الانتقالات الشتويه، ولا انت شايف ايه من وجهه نظرك بقى؟ ستة. نعم؟ ستة. ستة؟ ستة. ده عدد السندوتشات اللي انت كنت بتاكله. نقول أربعة بقى عشان كابتن طارق أتمنى لك. اتفضل يا أبو كباس. احنا عندنا كابتن سيد ست يعني أماكن في القائمة. هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نضيف ست أماكن، أنت عارف الدور الثاني دور شرس. أصعب بكتير. عشان تاخد نقطة محتاج انك تكون معاك جيش جرار، احنا محتاجين لاعبين لهم ثقل في الدوري الممتاز يستطيعوا ان هم يصنعوا الفرق، خاصة على نطاق الخط الامامي اللي هي من انصاف الفرص تقدر تترجم لك. احنا في الوقت عشر المباريات اللي فاتوا دول الولاد يوصلوا بشكل كويس لكن الترجمة قليلة، انت محتاجين الموهبة اللي تترجم الكلام. طيب انا اللائحه بس انت عارف انا مش مختص السنه دي في اللائحه فمش عارفها قوي، لكن اللي اعرفه ان المفروض في يناير 5 انت عندك مكان ناقص بقى ولا ايه؟ يعني لا احنا عندنا القيد بتاعنا فيه ست اماكن لسه، فاضل لك ست اماكن. يعني احنا طيبين عدد اقل. طب اي 19 ولا ايه؟ اللي انت شايف كلهم دول يعني تحت السن، امام تحت السن، موزيس تحت السن، عندنا لعيبه كتير جدا تحت السن. طيب ابرز المراكز اللي محتاجها قوي يعني مثلا في الهجوم في الدفاع في وسط الملعب؟ شوف انت سته بقى تحط فين؟ في كل خط، في كل خط اثنين. انا عن نفسي هجيب لك اثنين لعيبه. هل في البند يا ريت محمد حشيش والكابتن الشريف يرجعوا كمان عادل طعيمه نرجع للزمن الجميل. كابتن حشيش هيبخرك الملعب كله. بس انا عايز منك طلب والله يا كابتن، ما تزهقش. لا بالعكس، لا كويس النبي ما تزهقش. الفرقه دي فرقتك وانت وشك حلو عليهم، وانت بتدور الفرقه من جوه الملعب ومن بره الملعب وده واضح، واحنا كلنا باذن الله بنتمنى لك كل التوفيق يا رب. طيب كابتن كمان عندك اتفضل. كابتن عادل عايز يقول حاجه. اتفضل طارق. اتفضل يا كابتن عادل. انا اول مره من كام سنه اشوفك بالعصبيه دي. كنت عصبي جدا خاصه بس انت حضرت قبل كده ظروف اصعب من كده وما كنتش بتتعصب قوي كده. كابتن عادل انا عارف انت داخل على فرقه بس بعد 10 مباريات او 9 مباريات، وطبعا عايز منتظر نتائج. انا عاوز اوضح اتفضل. انا عاوز اوضح نقطه بس مهمه جدا يا كابتن عادل، اللي هي قبل الواحد بيتعصب فيها. احنا نازلين المباراه لما عرفنا ان كابتن ابراهيم هو حكم المباراه، طبعا في يعني خلفيه قديمه للمباراه بالحديث اللي تم طبعا مع المهندس فرج عامر ومع ابراهيم ان هو طلب ان هو يحكم المباراه، وان هو لما اتنفى الموضوع ده كابتن طارق، اتنفى الموضوع ده كان بتقوله انا فويا. تمام. فطبعا ديت الخلفيه دي موجوده، فيا اما يجي بعد كده يحصل ضرب جزاء غير يعني مبرره تماما لابد انك تتنرفز. واللي يعني اي نعم انا خرجت عن شعوري بشكل كبير جدا وده مش انطباعي، لكن الموقف اللي احنا فيه مش مستحمل. برضه انت عارف انت شغلانه المدربين وانت راجل عظيم بتحرق الاعصاب بشكل كبير، وخاصه لما انت مسؤول من على فرقه وبتحاول ان انت النقطه ما تفقدهاش، وتيجي انت تفقد نقطه في ضربه جزاء غير مستحقه. ترتيب يا كابتن طارق طبعا يعني احنا مش بنبرر ولا حاجه، لكن الترتيب كمان انت عندك 8 نقط، يعني لو خسرت النهارده كنت هتبقى 7 وموقفك اصعب من المعاولين. يا كابتن سيد انا مش عاوز ابعد نقطه صحيح. من سموحه او 3 نقاط هتقربني خير من المجموعه اللي موجوده معايا. طب نتكلم سؤال بقى يعني. سؤال مش بريء كده، هو البند بتاع امام عاشور يسمح لك ان انت تشتريه ولا البند اعاره وينتهي وترجع يرجع للمعاولين؟ اني فيهم اللي هم يشتروه حرس الحدود يشتريه؟
يعني انا يعني اعتقد كده في نسبه تصدق. اوكي كابتن طارق كل التوفيق لحضرتك، يعني ان شاء الله الرحمن كلنا وراك بجد، لان انت تستاهل كل خير، يعني حد مخلص جدا في شغله، متفاني جدا في شغله، متميز جدا في شغله. كل التوفيق لحضرتك، وان شاء الله الرحمن حرس الحدود كمان كمنظومه وهيئه ولعيبه ومسؤولين على اعلى مستوى. شكرا جزيلا كابتن طارق العشري، يعني المدير الفني لحرس الحدود.